سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله من أمر علم وعلم علم وزنة ما عليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله من أمر علم وعدد ما علم وزنة ما عليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إلا بالله من أمر علم وعدد ما علم وزنة ما عليم الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله من أمر علم وعدد ما علم وزنة ما عليم سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله من أمر علم وعدد ما علم وزنة ما عليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله من أمر علم وعدد ما علم وزنة ما عليم الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله من أمر علم وعدد ما علم وزنة ما عليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله من أمر علم وعدد ما علم وزنة ما عليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله من أمر علم وعدد ما علم وزنة ما عليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول
وزينة معالي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بالأمر. علم وعدد ما علم وزينة ما علم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بالأمر. علم وعدد ما علم وزينة ما علم. إلا بالله بالأمر. علم وعدد ما علم وزينة ما علم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله من أمر. علم وعدد ما على الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله من أمر. علم وعدد ما علم وزينة ما علم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله من أمر. علم وعدد ما علم وزينة ما علم. ولا حول ولا قوة إلا بالله من أمر. علم وعدد ما علم وزينة ما علم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله من أمر. علم وزينة ما علم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه وموالاه. يا الله، جئنا لنعزيك في وفاة والدك رحمه الله. ونحن نعلم أن الوالد على الأقل بعد الوالدة هو أعز مخلوق، وأنك عشت معه زمنا وظهرا من حياتك، وأن فراقه كان صعبا عليك، ولكن لك عدة أسباب لكي تجد العزاء. فأولا، والدك رحمه الله كان رجلا مؤمنا، وكان يقوم بواجب الأذان للمسلمين في كل صلاة، وهذا دليل على أنه قضى حياته بين لا إله إلا الله محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. فما نظن أن أباك إلا بخير وعلى خير، وكما قال صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، دليلا على شرفهم وشرف العمل الذي كانوا يقومون به. فهم متفرغون للمساجد، متفرغون لدعوة الناس إلى الخير، متفرغون لدعوة الناس إلى الصلاة، وهذا أفضل عمل يقوم به العبد في حياته.
وهنيئا لك أن والدك كان هكذا وأنت من أبناء هذا الوطن الذين يدافعون عن قيمه ومبادئه ويعانون في سبيل ذلك. ولذلك فنحن نقول نرجو ربنا أن يرحمه أن خلفك لنا من بين أبناء هذا الوطن المخلصين الذين يرفضون الاستسلام ويأبون إلا أن يدافعوا عن المبادئ والقيم والأخلاق وأن يدافعوا عن هوية هذا الوطن وأن يدافعوا عن الأساسيات التي كان بها. رأى المغرب السي عبد الله رأى بحال باك اللي كان كيودن واللي كان الأئمة اللي كانوا كيصليو بالناس والأئمة اللي كانوا كيخطبوا الجمعة والناس اللي كانوا كيديروا الدروس والشيوخ ديال الطرق الصوفية اللي كانوا كيعلموا الناس الخير وصالحين وصادقين وغيرهم به باش قام هذه 14 القرن وبهم باش خصو يبقى مستمر. ما عمره غيمكن له يتبدل ولا تبدل الهوية ديالو مهما أراد ذلك الذين لا يفقهون والذين لا يفهمون والذين لا يمكن أن يعني نترك أنفسنا يعني بدون أن نساهم لنقول لهم ها الصواب ها الحق ها الباطل. فإذا هنيئا لك بهذا الوالد ولأسرتك الكريمة. وعلى كل حال فقد بلغ من السن مبلغا يكفي في هذه الدنيا باركة. ولما سمعت الوفاة ديالو وجيت لعندك البارح وقلت لي السيرة ديالو ذكرتني بالوالد رحمه الله اللي مات توا حوالي 90 سنة ومات كذلك يعني في بيت الله مات ساجدا رحمه الله. بقيت كنقول شهاد المغاربة اللي خلفونا واللي ولدونا واللي الحمد لله بقى بهم المغرب دولة حرة قوية 14 القرن واللي خصنا نستمروا على الطريق ديالهم. فنطلب الله سبحانه وتعالى السي عبد الله ملي كندفنوا شي واحد كتكون عندنا واحد الشعور ملي تدفن واحد الانسان وكتسمع عليه هذا الخير وداك السيره اللي ذكرتيني البارح وهي واحده من الاسباب اللي دفعتني باش نجي اليوم وباش نتقاسم معاك الاحزان ديالك وباش نتساندك وتساندني لاننا جميعا على مذهب واحد ولان احزابنا كذلك هي 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 هم اخوه اشقاء والاخ لا يسلم اخاه. ان هذا المناسبه هي مناسبة باش نعزيوك نعزيو الأسرة الكريمة ونطلب الله يرحم الوالد ويغفر ليه ويكون معاه في القبر ديالو بالرحمة والمغفرة ويجعلوا القبر ديالو روضة من رياض الجنة حتى يدخله الجنة إن شاء الله. وهاد الإخوان اللي جاو كاملين حضروا معانا نسأل الله أن يجازيهم أحسن الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا ولهم في أنفسنا وفي أولادنا وفي ما رزقنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا في بلدنا. نسأل الله أن يحفظ ملكنا ويوفقه للخير ويحفظ سائر ولاة المسلمين ويهدي الجميع إلى صراط مستقيم. وخير ما نختم به هو أن نقرأ الفاتحة ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.